كلام اليومين برضو داير على ايه؟ يعني هو في غيرها، الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي، اللحمة 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 ان كانت عن جزار يا نسيبتي يا نهار. وبعدين في اللحمة وسعرها يا جماعة اللي عمالة تغلى كل شوية دي، انا سمعت انها هتبقى ب 350 جنيه. يعني ايه 350 جنيه لحمة؟ 350 يعني ايه 350 جنيه؟ ده قربت توصل لسعر الذهب. اه والله ده على كده مش هتتباع بالكيلو، دي تتباع بالجرام بعد كده. تخش عند الجزار كده حط ايدك في جيبك لو سمحت الله يخليك 2 جرام لحمه الله يكرمك، احطها لي في علبه قطيفه الله يخليك. اه ما هو هيعمل ايه؟ تبقى عامل حسابك على 350، تلاقي الجزار بيحاسبك على 400، 50 زياده دول بتوعي يقول لك مصنعيه. انت معاك حته لحمه عيار 24 يعني مش اي حاجه، مصنعيه بقت دهب فعلا. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، عندي سبيكه لحمه كده شايلها في الفريزر والله ما مفرط فيها، هروح افتح الفريزر اول ما اروح كده واخدها في حضني واقول لها وحشتيني وحشتيني وحشتيني، او نجيب بقى ايه اه بس ده جاب فين الخروف ده، ونجري وراه كده ونجري حواليه نعمل زي الهنود الحمر. ولا الجوازات، والنبي اللي رايح يتجوز اليومين دول ويطلب عروسه هيطلب ايه؟ ابو العروسه هيطلب ايه؟ هتلاقي ابو العروسه قاعد كده يقول له يا ابني بقى اللي في مقدارتك، الدنيا غاليه ومش عارف، شوف انت هتقدم ايه؟ قال له والله يا عم اللي انا اقدر اجيب شقه ايجار جديد، ويقول له طب كويس ايجار جديد دي تمام. بالنسبه للشبكه يقول له بالنسبه للشبكه ان شاء الله باذن الله عامل حسابي على 2 كيلو انتركوت واتنين كباب حله وموزه ان شاء الله. بيقول له والله يا ابني ما كنا نتمنى لبنتنا اكتر من كده. فجاه تلاقي الام من جوه بتنادي له يا حاج يا حاج احنا هنبيع البيت، ايه 3 كيلو انتركوت دول؟ يقول لما انا عايزه ايه يا وليه هنضغط عليه اكتر من كده؟ تقول الله خليه يجيب كيلو مفروم كل ربع لوحده. امال هو ايه يعني احنا هنفرق ولا نفركش الجوازه؟ العيال تقول لها على ايه يا حاج انا موافق موافق يا عمي انا شاري. مبروك يا ابني ربنا يتم بخير. إيه طب الشقه يا ابني هتفرشها ازاي؟ يقول له نفرش ايه؟ هو شويه جرجير في الاول كده اهو، وعلى شويه بقدونس، على بال ما ربنا يكرمنا ونجيب العفش ونفرش على مهلنا. يقول له على خيرة الله يا ابني، نقرا الفاتحة. الشوربة يا حاجة، سمعونا زغروطة يا جماعة. نرجعها لي كده. نردها لك وانت راجع بكيلو لحمة كده بإذن الله. يا خبر اسود على اللحمة واسنينها. احنا اتضح ان احنا بنشتكي من حكايه اللحمه دي تيجي من 100 سنه. اه والله سمعت اغنيه لسيد درويش من سنه 23 سنه 1923 يعني 100 سنه بجد، وبيتكلم فيها عن اللحمه. اه والله وبيتكلم ان اللحمه بيغشوها وبيذبحوا حمير على انها بتلو. الاغنيه كانت بتقول ايه؟ وما دام الضاني غالي وكذلك العجالي، وما دام الضاني غالي كالعجالي ابدا مش راح ندقق في حمارا او حصانا او بخلا مش راح نعتق ابدا ابدا ابدا. من 100 سنه من 100 سنه يقول لك وما دام الضاني غالي وكذلك العجالي ابدا مش راح ندقق في حصانا او حمارا او بغلا مش راح نعتق. يعني كنا وهي هي المشاكل. ولا شفت فيلم لعبد الوارث عسل؟ والله فيلم ابيض واسود من الاربعينات، ودخل عبد الوارث عسل الله يرحمه كده على واحد وبيقول له وبعدين يا ابراهيم الدنيا جرى فيها يا ابراهيم؟ والله العظيم الواحد ما هو عارف راسه من رجليه. امبارح رحت عند الجزار عشان اشتري لي كيلو لحمه، لقيت الكيلو غلي من 3 مليم بقى الكيلو بتعريفه. من 3 مليم لتعريفه يا ابراهيم؟ بص له ابراهيم بحسره كده قال له لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي بيحصل في الدنيا يا حاج؟ هي القيامه قربت تقوم ولا ايه؟ ايام على تعريفة، امال احنا نعمل ايه؟ فاصل.